طيب الموقع الرسمي بالنسبه للنادي الاهلي كان بيتكلم عن فريق السباحه الخاص بالنادي واللي عاد صباح اليوم للقاهره جاي طبعا من المشاركه في بطوله بلغاريا الدوليه واقامه معسكر تدريبي كمان في مدينه فارانا استعدادا لبطوله الجمهوريه اللي بتقام مع نهايه الشهر الجاري. النادي الاهلي حقق 70 ميداليه، ده رقم كبير جدا ورقم مميز جدا في البطوله الدوليه دي. الرجال طبعا حققوا 17 ميداليه ذهبيه و10 ميداليات فضيه و9 ميداليات برونزيه، السيدات حققوا 10 ميداليات ذهبيه و15 ميداليه فضيه و9 ميداليات برونزيه، كمان عندنا بعض اللاعبين اللي حصلوا على يعني القاب جيده جدا زي مثلا عمر عيسى سباح النادي الاهلي حصل على ثاني افضل سباح في مرحله العمومي رجال. كمان ده طبعا لقطات من وصول البعثه النهارده الفجر الصبح يعني لمطار القاهره الدولي بعد تواجدهم في بلغاريا. كمان ياسمين ممدوح حصلت على كاس ثالث افضل سباحه في مرحله عمومي انسات، طبعا زي ما قلت لكم ان في لقطات اهي من وصول البعثه لمطار القاهره الدولي النهارده صباح اليوم. حصل كمان احمد سامح سعيد على كاس افضل سباح في مرحله الناشئين، البعثه دي طبعا كان بيترأسها الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكانت بتضم حوالي 55 سباحا وسباحه من ابناء النادي الى جانب الجهاز الاداري طبعا، والمكون من كابتن وائل عزت رئيس جهاز السباحه بالنادي الاهلي ونائبه كمان الكابتن محمد فضل نائب رئيس جهاز السباحه، ومحمد علام مدير جهاز السباحه، ومحمد صدقي نائب مدير الجهاز. كما ضمت البعثه ثلاثه مديرين فنيين هم اشرف صلاح واحمد سامي وتامر زينهم. طيب نروح نشوف التقرير الخاص بوصول بعثه النادي الاهلي للسباحه مطار القاهره النهارده الصبح ونرجع مره ثانيه. هي بطولة مؤهلة لإحدى بطولات العالم، لبطولات العالم للحمامات القصيرة في السباحة، هي بطولة قوية جدا، اشترك فيها عدة منتخبات أوروبية في مراحل ومراحل، إنما بصفة عامة كان في سباقات قوية جدا، بدليل مثلا إن أنت ما خدتش كل السباقات، بدليل إن أنت عندك تاني أحسن سباح في البطولة، تالت أحسن سباحة في البطولة، وده الهدف دايما من البطولة، أنت ما بتروحش البطولة عشان تبقى أنت أعلى واحد، أنت بتروح تحتك بمستويات اعلى منك عشان سباحينك يستفادوا، فاحنا دايما بنحتك ونرتفع بمستوانا درجه بدرجه لحد ما نوصل ان شاء الله يبقى عندنا سباحين عالميين ونفرز مزيد من السباحين زائد السباحين المعروفين داخل النادي الاهلي بمستواهم العالي. الحمد لله بنشكر ربنا على النتائج، لكن اهم من النتائج انا بالنسبه لي كرئيس بعثه بيبقى الاهم مظهر اللعيبه ومظهر المدربين والجهاز ككل، حاجة مشرفة يجب أن تكون مشرفة وتليق باسم النادي الأهلي، ده اللي أهم بالنسبة لنا. إحنا النتائج بتيجي في الدرجة الثانية، لكن المظهر العام والحفاظ على مظهر النادي الأهلي هو ده الأهم. أعتقد البعثة زي ما حضراتكم شايفين بعثة ملتزمة من كل الأخبار اللي جات لكم، حتى في مظهر الخروج حتى في الالتزام في الخروج كلهم خارجين مع بعض، حاجة مشرفة وتليق باسم النادي الأهلي. بشكرهم جميعا، بشكر الجهاز الفني والإداري لألعاب الماء، بذلوا مجهود كبير ويعني يكاد يكون ما فيش أخطاء في الرحلة كلها. بشكر اللعيبة كلهم ولاد وبنات عملوا كل اللي عليهم وبذلوا كل الجهد، وفعلا نتائجهم كانت انعكاس للجهد اللي بذلوه. بشكرهم، بتمنى ان هم يبقوا موجودين ويبقى في اعداد زيادة ان شاء الله بإذن الله من اللعيبة اللي تحقق المستويات المطلوبة عشان تسافر معنا ان شاء الله السنة الجاية. بصفة عامة مجلس الإدارة بيتبنى الخامات والمواهب اللي هي الواعدة في جميع الألعاب بما فيها طبعا السباحة، وعندنا مشروع إعداد البطل الأولمبي موازي للاتحادات وموازي للوزارة، وده بالتنسيق معهم طبعا، وبنبقى عندنا يعني عندنا خطة إن شاء الله ل 2020 و 2024 و 2028 بحيث يبقى عندنا حاجة قصيرة المدى
ده اللي هي الناس اللي جاهزه واللي مسافره بره واللي هي اوريدي الاتحادات بتعدها، غير الكوادر او الخامات اللي احنا كنادي اهلي بنفرزها من خلال اجهزتنا الفنيه، دي بنساهم بيها مع المنتخبات ان شاء الله. طبعا دي مش حاجه جديده على نادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي انها تستقبل ابطال النادي في المطار وترحب بيهم بعد ما بيعملوا اي انجاز للنادي الاهلي. هي البطوله بطوله قويه، كان مشارك فيها اكثر من 44 نادي ومنتخب تانيين، كان منهم منتخب تركيا، منتخب بلغاريا اللي هي البلد المضيفه، كان في ناس من روسيا، كان في ناس من اوزبكستان، كان في ناس من مولدوفيا، كان في يعني دول كتير. الدول دي يعني فيها بعض السباحين المميزين في السباحه. البطوله ديت من البطولات من سلسله البطولات المؤهله لبطوله كاس العالم للالعاب السباحه القصيره، حمام ال 25 متر مش حمام ال 50، ودي مؤهله. احنا الحمد لله اكتر من سباح حققوا الارقام المؤهله لبطوله العالم، واحنا ده طبعا دورنا كنادي ان احنا بنساعد على تطوير اللعبه وبنساعد الاتحاد المصري في ان احنا بنشارك بالسباحين بتوعنا في مباريات المؤهله لكاس العالم، عشان برضو نشيل من على عاتق الاتحاد وعلى عاتق الدولة شوية كعهد النادي الأهلي إن هو دايما بيبقى سباق وعنده الريادة في الموضوع دوت. أنا حصلت على ذهبية ال 200 فراشة وذهبية ال 200 ظهر وتنوع وتاني في ال 200 متنوع، وخدت 3 ميداليات ذهبية في سباقات التتابعات كلها. بطولة دولية جاية في وقت مهم قوي، إحنا عندنا بطولة الجمهورية كمان شهر، بيبقى احتكاك مهم على مستوى معين من مرحلة العمومي، بيفيدك ان بيديك طبعا خبرات وبيديك ان انت يعني نوع من انواع الهدية ليك. فكانت بطولة مهمة في توقيت مهم جدا، عملنا فيها بطولة كويسة، ارقام كويسة بشكل كويس، ظهرنا كلنا بشكل كويس. حصلت على ميداليتين ذهب واربع ميداليات فضة، صدر و50 فراشة و50 حرة، وتتابع 54 متنوعة و54 حرة و54 حرة مختلط. والله هو احنا اوريدي بنتمرن يعني طول السنة، ودي بطولة من البطولات اللي في النص اللي جاية لنا. احنا عندنا مفروض بطولة جمهورية أساسية كمان شهر تقريبا، فدي بتبقى حاجة كويسة ان احنا ننزل يعني زي تجربة قبلها كده، بتساعدنا ان احنا نيجي في البطولات الأساسية ونعمل يعني مستوى أحسن ان شاء الله. اخدت 7 ميداليات، منهم 4 فرديين، 3 ذهب وواحدة فضة، وتلاتة تبع فريق، التلاتة ذهب، واخدت كاس احسن سباح في البطولة. ان شاء الله عندنا بطولة جمهورية بنجهز لها في شهر 11، وبنستعد ان شاء الله ان احنا نروح بطولات تأهلية عشان نحاول نتأهل لبطولة العالم 2019 في اليابان، وبنحاول نستعد عشان نحاول نجيب مراكز كويسة ونحاول نمثل النادي الاهلي باحسن صورة في بطولة العالم ان شاء الله. حصلت على 5 ميداليات توتال، 4 ذهب فردي وواحد فضة تتابع. عايشين في سيزن دلوقتي بنتمرن اصلا بقالنا يعني بقالنا يجي 3 شهور تقريبا من بداية السيزن، فدي كانت بطولة يعني انتقالية شوية في السيزن عندنا. البطولة الأساسية هي في شهر 11 بطولة الجمهورية إن شاء الله، واحنا بنتمرن لها يعني من بدري فمكملين على ده ان شاء الله. انا جبت 6 ميداليات، منهم 4 فردي ليا و2 ذهب و2 فضه، واخدت كاس احسن سباحه في البطوله، وجبنا 2 تانيين ذهب تتابع. احنا عندنا اصلا بطوله شهر 11 اللي جاي ان شاء الله جمهوريه، بنحضر لها بقالنا فتره يعني، المفروض يعني ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه عشان البطوله دي. احنا نزلنا متمرنين جامد وكانت النتائج كويسه جدا، فان شاء الله اشاره حلوه لبطوله الجمهوريه اللي جايه. اخدت ذهب في ال 200 و400 و800 حره و100، وان شاء الله يعني في جمهوريه جايه في شهر 11، دي اهم حاجه يعني. انا دي بالنسبه لي السيزون كله.